مشاهدينا، وللمزيد بشأن تطورات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في مجازره والصمود الأسطوري للمقاومة وحاضنتها الشعبية بعد مرور 203 أيام على العدوان، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. مساء الخير أستاذ راسم. مساء النور لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم، كما نرحب بضيفنا عبر سكايب من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة. مرحبا بكم أستاذ صلاح الدين. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لك وربك الكريم وسهلا بكم. أهلا بكم ونرحب بكما. نبدأ مع الأستاذ راسم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بعد 203 أيام وسط تحذيرات عربية ودولية من مغبة اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. بداية، إلى ما ترجع هذا الصمود الأسطوري للمواطنين في قطاع غزة؟ إلى هذا اليوم لم يشتكي أحد، لم يغير موقفه من المقاومة، لا زالت الحاضنة الشعبية على موقفها من حماس ومن كل المقاومين. نعم سيد، الحاضنة الشعبية والمقاومة ملتحمتان مع بعضهما البعض، بمعنى أن المقاومة الفلسطينية هي تعبر عن هذه الحاضنة الشعبية، هي المقاومة تغرف من هذه الحاضنة الشعبية. أبناء هذه الحاضنة هم موجودون في فصائل المقاومة بمركباتهم وألوانهم السياسية المختلفة، ولذلك هذا التوحد من قبل المقاومة مع الجماهير الشعبية يقول بشكل واضح أن هذه الجماهير التي تخرج من تحت الأنقاض رغم كل الدمار الذي يصيب هذه المنازل والبيوت، ونحن مع المقاومة بهذا التعبير عن نهج وخيار وثقافة تجذرت في قطاع غزة، لأننا الشعب الفلسطيني جرب خيار لمدة 30 عاما، وهذا الخيار كان مفاوضات من أجل المفاوضات، لم يجد للشعب الفلسطيني لا حقوقا ولم يستعد أرض فلسطينية، بل ساهم في المزيد من التفكك والتقسيم للأرض والشعب والمؤسسات الفلسطينية. ومن هذا المنطلق أنا أقول بشكل واضح أن من هو مؤمن بعدالة قضيته ومن هو منتمي إلى هذه القضية ومن يدافع عن حق له هذا الحق وهذه المعنيات العالية هي تأكيد عن أن الشعب الفلسطيني ومستمر في نضالاته من أجل استعادة حقوقه المشروعة. أغلب قطاع غزة من اللاجئين الفلسطينيين والذين يطمحون بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي شردوا منها في عام 1948، وبالتالي هذا تعبير عن تمسك الفلسطيني بهويته وبأرضه وبحقه في العودة إلى الأرض التي شرد وطرد منها عام 1948، وبالتالي هو لا يريد أن يكون هناك نكبة فلسطينية ثانية بالتشرد إلى المنافي وإلى خارج فلسطين الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في مدينة القدس والداخل الفلسطيني 48. نعم أستاذ صلاح، هنا أيضا كيف ينعكس هذا الصمود الشعبي على أداء المقاومة؟ اليوم جيش الاحتلال يعلن عن ارتفاع الجرحى، فقط العدد المعلن إلى هذه اللحظة 3305 من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال، بينهم 513 أعلنوا أنهم كانوا بجروح خطيرة. الاحتلال عندما يعلن عن آلاف الجرحى هناك أكيد كما يقال هم في أعداد مضاعفة الأعداد الحقيقية، كيف ساهمت الحاضنة الشعبية في رفض المقاومة بكل هذه القوة وأدت إلى هذه الخسائر في صفوف الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا الصمود الأسطوري الذي صمده أهل قطاع غزة والشعب الفلسطيني الحاضن المقاومة هو ذو أثر كبير جدا وداعم، وهو عامل أساسي من عوامل صمودنا. ولربما من البديهي القول بأن تركيز الاحتلال أو تبني الاحتلال استراتيجية الإبادة ضد الحاضنة الشعبية هو يهدف بالأساس إلى شرخ، خلق شرخ بين الحاضنة الشعبية، بين الجمهور الفلسطيني الحاضن المقاومة وبين المقاومة. نعم. وهو يعلم بشكل مؤكد ما هو دور الحاضنة الشعبية في رفض المقاومة وحمايتها وإسنادها، لذلك ركز كل جهده وبذل كل طاقته
لضرب الحاضنة الشعبية، وهذا الصمود الأسطوري مكن المقاومة من الصمود والاستمرار حتى هذه اللحظة، وبدونه ما كان للمقاومة أن تستمر. وبالتالي يحسب للمقاومة كما يحسب للحاضنة الشعبية للشعب الفلسطيني بأنه لم يكن الشعب الفلسطيني أقل صموداً أو أقل احتمالاً أو أقل إصراراً أو استعداداً للتضحية من المقاتلين الذين يواجهون الدبابة بأنفسهم. إذن أستاذ صلاح، يعني بعد 203 أيام من هذا العدوان المتواصل تدمير غزة، أكثر من 2 مليون نازح، لم تستطع كل قوات الاحتلال وآلتها العسكرية أن تفصل ما بين هذا التماسك ما بين المقاومة وحاضنتها الشعبية. بالتأكيد، وهذا فشل كبير للاحتلال. ولو أن الاحتلال درس حالات الثورات على عموما في العالم في العقود الماضية وفي القرن الماضي تحديدا، لا أدرك أنه لا يمكن أن يزرع شرخا بين المقاومة وحاضنتها الشعبية. فكل الدول الإجرامية، دول الاستعمار التي استعمرت الشعوب واحتلت الأراضي، بذلت كل إمكانياتها لقتل الشعوب ولارتكاب المجازر والإبادة لزرع حاجز بين الشعب ومقاومته، بين الشعب وحركات التحرر، ولكنها دائما كانت تفشل. فدائما المقاومة، الشعوب تلتف حول حركات التحرر وحول المقاومة وترفدها دائما وتوفر لها الأمن والاستقرار. أستاذ راسم، على عكس هذه الصورة، اليوم هذا العدد المتزايد من الجرحى في صفوف جيش الاحتلال، ما هو تأثيره على شارع الكيان المحتل وكذلك انعكاساته على حكومة نتنياهو اليوم؟ بينما هناك حاضنة شعبية متمسكة بالمقاومة، هناك في الداخل المحتل مظاهرة ضد نتنياهو، رفض لكل سياساته. نعم، هذه الحرب التي فشل فيها نتنياهو من تحقيق أي نصر أو صورة نصر أو أي إنجاز عسكري أو ميداني انعكست سلبا على الداخل الإسرائيلي بتعميق الأزمات والانقسامات والصراعات داخل دولة لبنان. هناك أزمات عميقة سياسية وعسكرية وأيضا أمنية وسياسية في هذا الاتجاه، ونحن شاهدنا أن المؤسسة العسكرية شهدت استقالات غير مسبوقة في هذا الاتجاه، عندما تتحدث عن استقالة رئيس شبكة الاستخبارات العسكرية أمان، وهذا هارون حليفة، والقول بأنه فشل في التنبؤ بعملية 7 أكتوبر بالإضافة إلى سبقه في عملية الاستقالة رئيس قسم الأبحاث عميد ساجر في جيش الاحتلال، والاستقالات تتوالى، ومسؤول قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس يقول أنه سيستقيل، وهذا الرجل مسؤول عن مدينة القدس والضفة الغربية بالإضافة إلى تل أبيب ومنطقة جوش دان، وهناك 4 قيادات عسكرية برتبة عبيد أعلنت نيتها الاستقالة من الجيش. فلذلك هذا مؤشر على تفكك الجيش والمؤسسة الأمنية عندما تعلن مثل هذه القيادات العسكرية الوازنة والكبيرة عن رغبتها في الاستقالة، فهذا يدلل على التآكل في جيش الاحتلال وتراجع في معنويات وانحدار في المعنويات، وكذلك لم تعد لديه الدافعية للقتال، بمعنى أن الروح المعنوية منخفضة في هذا الاتجاه. بالجانب الآخر، نحن نشهد أن أزمات تنفجر في وجه نتنياهو، أهالي الأسرى يتظاهرون بشكل كبير جدا نتنياهو ويوجهون له الاتهامات مباشرة بأنه المسؤول عن عملية قتل أبنائهم وعدم استعادتهم أحياء، ويطالبون باستقالته وبجراء انتخابات تبكيرية سادسة. واليوم عندما تعلن عن هذا العدد من الجرحى، وهو ليس بالعدد الحقيقي الذي يتم كشفه، عادة الاحتلال يتستر على خسائره في الجانب البشري سواء كانوا قتلى أو جرحى في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى من هم مصابين بأمراض نفسية وراجعوا العيادات النفسية، كل هذا ينعكس على داخل المجتمع الصهيوني بالمزيد من الأزمات التي باتت أزمات مزمنة في الوضع الداخلي الإسرائيلي، والتي تنذر بالمزيد من الانقسامات والصراعات سواء على مستوى المجلس الحرب المصغر أو المجلس الموسع أو حتى الحكومة نفسها، وبالإضافة إلى
أن هناك على الأقل من يقول بشكل واضح أن على سبيل المثال جنرال احتياط يون توف سامي قال بشكل واضح أنه لا توجد قيادة سياسية في إسرائيل، لا نجاح عسكري ولا سياسي ولا أمني ولا اقتصادي، ولم يكن في يوم من الأيام تحقيق لنصر والذهاب إلى معركة رفح في هذا نعم. الاتجاه لن يغير المشهد السياسي شيئا. طيب أستاذ صلاح، يعني أيضا في ذات السياق وسائل الإعلام عبرية تقول بأن فريق التفاوض الكيان المحتل قدم لمجلس الحرب مقترحات تتضمن مرونة أكبر، هل تعتقدون أنه ومع وضع الضغط الشعبي سيرضخ نتنياهو وحكومته المتطرفة ويمشون في طريق التفاوض؟ للأسف كما يعلم الجميع بأن مستقبل نتنياهو مربوط بشكل أساسي وكبير باستمرار هذه الحرب والمفاوضات التي ستسفر عن أي اتفاق لتحرير الأسرى ووقف الحرب سيكون هو اتفاق هزيمة بالنسبة لنتنياهو وسينهي مستقبله السياسي بالكامل وربما يؤدي به إلى السجن. لذلك ليس متوقعاً ذلك، متوقع مزيد من الأزمات والمزيد من الاحتجاجات داخل الكيان، استقالات وزراء ومطالبات باستقالة حكومة نتنياهو ومزيد من الانقسام مع المعارضة وأهالي الأسرى والجنود. نعم أستاذ راسم، أيضا وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش يجدد دعوته لتدمير غزة بالكامل واغتيال أيضا قادة حماس، هل يمكن الدخول في مفاوضات جادة في ظل هذه التصريحات أم أنها برمجة خدمة للمفاوض الإسرائيلي؟ يا سيدي دعني أقول بشكل واضح أن نتنياهو هو يقوم بمناورة سياسية دبلوماسية في هذا الاتجاه، ولا يريد الوصول إلى الاتفاق، ولا يتحدث عن وقف إطلاق نار دائم، ولا رفع حصار، ولا إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بما يستجيب لشروط المقاومة الفلسطينية. والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه عندما تصدر بيان وهمها الأساسي مع 18 دولة إطلاق الأسرى الإسرائيليين دون الحديث عن عمليات التدمير والإبادة الجماعية وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة وعدم ذكر الأسرى الفلسطينيين، ندرك تماما أن نتنياهو يريد أن يحصل على شعب على شرعية في هذا الاتجاه، ويريد أن يلقي الكرة في ملعب أهالي الأسرى من جنود ومدنيين إسرائيليين بالقول أنه يبذل جهود جدية من أجل الوصول إلى صفقة تبادل للأسرى. ولكن نحن ندرك تماما أن توقف الحرب وعدم ذهاب نتنياهو لمعركة رفح واقتحام رفح يعني أن حكومته ستسقط من داخلها بانسحاب الفاشية اليهودية من حكومة نتنياهو، وسموتريتش وقبله وغيره من وزراء دولة الاحتلال من الفاشية اليهودية عم يحايل ألياحه من نفس الطينة، قال يجب ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، والكثير من قيادات هذه تتحدث عن إبادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل. لذلك هذا نهج متأصل في مثل هذه الوزراء وقادة دولة الاحتلال. ولذلك أنا أعتقد بأن المسألة أن الوصول إلى صفقة تبادل للأسرى هي صعبة جدا في هذا الاتجاه، ومن يقرأ ما قامت به الإدارة الأمريكية بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي من خلال التوافق على دعم الاحتلال ب 26 مليار دولار أسلحة وذخائر بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات مالية عاجلة وتوفير الحماية القانونية والسياسية في المؤسسات الدولية، يدرك تماما أن الإدارة الأمريكية هي الشريك المباشر للاحتلال في العدوان على شعبنا وهي صاحبة فكرة الحرب. هنا أيضا في هذا السياق أستاذ صلاح، كيف ترون موقف الإدارة الأمريكية من حراك المفاوضات وأنهاء الأزمة؟ هل ترى هناك تحول ما ربما في ظل إقرار الكونغرس منذ أيام بصفقة بيع سلاح جديدة للاحتلال؟ أم أنه هو نفس الموقف لم يتغير الموقف الأمريكي؟ لا بالتأكيد موقف المؤسسة الأمريكية، موقف النظام الأمريكي يمتاز بالثبات والاستمرارية في التعامل مع القضية الفلسطينية عموماً وبالتعامل مع حرب غزة خصوصاً.
منذ اليوم الأول دعم عسكري كامل واحتضان للكيان ودفاع عنه وتقديم كل ما يلزم، ومنذ اليوم الأول وهو يحاول تسويق مسألة المساعدات الإنسانية والقلق على الوضع الإنساني في محاولة لامتصاص غضب الجماهير على مستوى العالم ولا سيما في الولايات المتحدة وفي العالم العربي، وفي إطار تخدير للرأي العام الشعبي الرسمي في العالم حول الوضع الإنساني والمأساة في غزة. لكن هذا لم يكن يعني تغيير في الموقف أو وإنما هو الوجه الآخر للسياسة الأمريكية لإعطاء نفس نتنياهو وإعطاء نفس للإبادة الجماعية للاستمرار، وهو في الوقت الذي كان يتحدث عن الأوضاع الإنسانية كان يحمي الكيان بالقرارات الدولية وبالفيتو في مجلس الأمن. طيب، هنا أيضا أستاذ راسم، في سياق التظاهرات الطلابية الكبيرة التي تعم الجامعات في أمريكا، هل يعني هذا أن أصوات شريحة ليست بالصغيرة من أصوات الناخبين الأمريكيين تعد غاضبة من سياسة بلادهم تجاه الأزمة؟ هل يمكن أن تؤثر مثل هذه المظاهر على بايدن الذي يطمح في ولاية جديدة بعد أشهر قليلة؟ هل يمكن أن ربما تزداد أو تتوسع ظاهرة التظاهرات أو الاعتصامات الطلابية خصوصا بعد اعتقال عشرات الطلاب؟ سيدي نعم، هذه التظاهرات الطلابية التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول أوروبا الغربية والتي تعتبر هي شريكة أيضا للاحتلال في جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، هي آخذة في التوسع والازدياد، ولذلك وجدنا حالة من التوحش غير مسبوق من قبل الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية بعمليات القمع والتنكيل بقادة هذه الحركات والقيام باعتقالات ربما زادت عن 550 معتقلا حتى أو أكثر في العديد من الجامعات، بدأت في كولومبيا وهارفارد وماتشغان وتكساس وغيرها، وانتقلت إلى الجامعات الفرنسية والبريطانية والإيطالية وغيرها من الجامعات الأوروبية. وهذا الإدارة الأمريكية باتت تعتقد بأن هذه المظاهرات هي تشكل ما تسميه خطر على الأمن القومي الأمريكي، وبالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت لها بأن هذه مظاهرات لها بعد عنصري ولا سامي. تصور بعد عنصري ولا سامي، لأن كل من ينتقد حكومة الاحتلال أو الموقف من الحرب على قطاع غزة والعدوان ويتهم باللاسامية، ومن هذا المنطلق أعتقد بأن سيكون لها دور كبير في التأثير على الإدارة الأمريكية، وخاصة أن هذه الفئة الشبابية والفئة الطلابية هي التي لعبت دورا أساسيا في الحرب على فيتنام وفي الاحتجاجات التي كانت ضد العمليات التي كانت تمارسها الحكومة الأمريكية بحق الشعب الفيتنامي. وبالتالي نحن نستطيع القول بأن إدارة بايدن لجأت إلى كون الحزبين الجمهوري والديمقراطي توافقوا خارج إطار وسياق التنافس الانتخابي على القيام بعمليات القمع بحق هذه الحركات الاحتجاجية، لأن من منظورهم أن مثل هذه هي قد تضر بالأمن القومي الأمريكي. نشكركم من القدس الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات، شكرا لكم على المداخلة. ونشكر من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة، شكرا لكم على حضوركم معنا.